انتظر إن شاء الله أن تظل السماء أحياناً غائمة مع قطرات متفارقة بالبوغاز، اللوكوس، الريف الغربي والسواحل شمال الأريبات، هذا مع تشكل كتل ضبابية محلية بالواجهة المتوسطية وفوق السواحل المحيطية، فضلاً عن هبات لرياح قوية شيئاً ما محلياً بكل من السواحل الوسطى، مرتفعات الأطلس، المنطقة الشرقية، الجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية. وأيضا سنلاحظ تناثر حبات من الغبار محليا فوق وداخل أقاليمنا الجنوبية والجنوب الشرقي للبلاد، وسيبقى الجو نسبيا حار بداخل أقاليمنا الجنوبية وسوس. بحر قليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، بحر هائج إلى قوي الهيجان ما بين رأس بارتيل وبوجدور، بحر قليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل. درجات الحرارة الدنيا تعادل 14 درجة بطنجة، 12 درجة بالرباط، 16 درجة بالدار البيضاء، 15 درجة بكل من أسفي ومراكش، 16 درجة بأكادير، و 17 درجة بالداخلة. أما بالنسبة لدرجات الحرارة القصوى فتعادل 20 درجة بكل من طنجة والدار البيضاء، 19 درجة بالرباط، 20 درجة أيضا بأسفي، 26 درجة بمراكش، 25 درجة بأكادير و21 درجة بالداخلة.